محمد زارع، محامي ورئيس المنظمة العربية لإصلاح جنائي. المناخ الآن في مصر في ظل حالة الاستقطاب والصراع السياسي والعنف والإرهاب اللي موجود، هيجعل من طرح فكرة العدالة الانتقالية يعني فكرة غير قابلة للنجاح. ولذلك الشرط الموضوعي لكل يعني التجارب اللي نجحت في العالم أن يكون في توافق مجتمعي سياسي، أن يكون في يعني كل الأحزاب السياسية، كل القوى المجتمعية، كل القوى الحية في المجتمع، زي ما حدث في جنوب أفريقيا والمغرب وتشيلي والأرجنتين وكتير من الدول اللي فيها نماذج ناجحة. لما بتقرر تعمل عدالة انتقالية بيكون في رغبة أنه المجتمع بالكامل يمضي للامام، يعني بمعنى ان احنا ممكن انه يعني نحاول نصل لتسويه ما بين الماضي وكل الجرائم اللي حدثت فيه، نصل للحقيقه ونعوض الضحايا ويبقى في اعتراف واعتذار عن كل الجرائم. لكن كل الاشياء ديت اللي هي في وجهه نظري عداله ناقصه، الهدف منها انه المستقبل يكون بلا صراع، والمستقبل يكون على اجنده محدده، يكون فيها احترام لحقوق الانسان واحترام لكل يعني حقوق المواطنين بشكل عام، ويكون فيه تاكيد ورغبه على عدم تكرار كل خطايا واخطاء الماضي. لو يعني التربه والمناخ كانت صالحه، ده معناه ان في فرص لنجاح العداله الانتقاليه. لا، العداله الانتقاليه هي نص دستوري الان، ماده 241 من الدستور المصري بتنص على انه من المهم في المجلس الشعبي في اول دور انعقاد انه يعمل قانون العداله الانتقاليه ويمضي فيه. الفكره انه في نماذج عملت عداله انتقاليه، زي نظام القذافي عمل عداله انتقاليه، زي نظام البشير عمل عداله انتقاليه، زي نظام علي عبد الله صالح عمل عداله انتقاليه. لكن احنا شايفين حال كل من السودان واليمن وليبيا، ما فيش فيها نقدر نقول انه حدث توقف لانتهاكات حقوق الانسان. وفي نماذج اخرى يعني عملت قوانين العداله الانتقاليه وقدرت تمضي بلدانها الى وضع افضل. اذا اردنا نعمل نموذج مصري محترم، لابد ان يبقى يعني فعلا في رغبه صادقه من كل الاطراف انه يكون في عداله انتقاليه، وانه الناس تمضي من تجارب في الماضي فيها انتهاكات ضخمه في مجال حقوق الانسان، في مجال الحريات، في مجال الفساد، في مجال المشاكل الاقتصاديه واحتياجات المواطن. لو قررنا ان احنا نمضي للامام ونتخلص من كل المشاكل دي، علينا ان احنا نصل الى اهميه طرح الفكره اللي هي فكره اقرب ما تكون فكره فلسفيه، انك قد تتغاضى عن بعض خطايا الماضي من اجل الامل والمستقبل.